عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات اللغة العربية مع الأستاذ عمرو عادل، والله أسأل لكم السداد والتوفيق. والآن مع الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في درس من دروس القراءة الشيقة، ودرسنا اليوم بعنوان منتصر ومجاهد. منتصر ومجاهد يا شباب عبارة عن درس ينتمي لمجموعة قصصية، وهذه المجموعة القصصية مكونة من ثلاثة دروس، وهي منتصر ومجاهد ونصر أكتوبر وطيار مقاتل مرة أخرى. الثلاث دروس دي إن شاء الله ندرسها خلال الفصل الدراسي الأول. وهذه المجموعة القصصية يا شباب بعنوان ذئب في قرص الشمس. المجموعة دي القصصية بتتحدث عن الهزيمة التي تعرض لها شعب مصر وجيشها في عام 1967 في يونيو من العدوان الإسرائيلي الغاشم، وبتتحدث عن فترة الاستعداد التي قضاها الشعب المصري وكذلك التي قضاها الجنود المصريين في الاستعداد للقتال والاستعداد لحرب أكتوبر حتى الوصول إلى النصر العظيم في 6 أكتوبر عام 1973. طبعا يا شباب أول حاجة هنتناولها في درسنا إن احنا نتعرف عن المقصود بالكارثة النكسة. ممكن يجي لي سؤال في الامتحان يقول لي ما المقصود بالنكسة التي تحدثنا عنها في المقدمة وما نتائج هذه النكسة؟ المقصود يا شباب بالنكسة هي هزيمة مصر في 5 يونيو عام 1967 على يد العدوان الإسرائيلي. هذا العدوان الإسرائيلي قام بتدمير معظم ممرات الطائرات المصرية وسيطر على سيناء. طيب معنا شخصيتين يا شباب في هذا الدرس مهمين جدا، وهم الشخصيات الرئيسية في الدرس معنا. أول شخصية هي منتصر، والشخصية الثانية هي مجاهد. طيب مين هم منتصر ومجاهد؟ منتصر ومجاهد هم الاثنين كانوا في سلاح الطيران المصري، ولما شاهدوا هذه النكسة يجي لي السؤال يقول لي ماذا كان يشغل بال منتصر ومجاهد؟ عملوا ايه؟ ايه اللي هم عملوه؟ ما التصرف اللي عملوه؟ واحد قام منتصر ومجاهد بركوب الطائرة، وكان هدفهم وشغلهم الشاغل هو ان يلحق بالعدو اي خسارة ممكنة قبل ان يتمكن هذا العدو الاسرائيلي من السيطرة على سيناء وبسط نفوذه عليها. طيب بدأ منتصر ومجاهد يحلق ويطير بالطائرة، فشهدوا مجموعة من مدرعات العدو. عندي في الكتاب بيقول لي رتلا منتظما، الرتل يعني ايه؟ المجموعة المنظمة من مدرعات العدو. وجه العدو مدفعيته الى طائرة منتصر ومجاهد، بدأ منتصر ومجاهد يضرب على العدو الاسرائيلي وهذه المدرعات المنتظمة فدمراها بالكامل. يبقى المدرعات دي كلها تم تدميرها. طيب منتصر ومجاهد ايه اللي حصل لطائرتهم؟ طائرتهم اصيبت اصابة بالغة يا شباب. لما العدو وجه مدفعياته نحوها اصيبت طائرة منتصر ومجاهد اصابة بالغة واشتعلت هذه الطائرة. طب منتصر ومجاهد هيعملوا ايه؟ حاول منتصر ومجاهد الصمود بالطائرة، فهبط في البداية مجاهد لما ما قدروش ان هم يصمدوا بالطائرة، هبط مجاهد في الاول. يبقى مجاهد هو اللي نزل الاول. نزل فين يا شباب؟ السؤال ده بيجي اكمل في احد وديان سيناء. طب منتصر هو اللي كان بيقود، حاول ان يصمد بالطائرة الا انه لم يستطع الصمود بها. في النهاية عمل ايه؟ نزل برضو بالمنطاد بتاعه او المظلة بتاعته. اول ما نزل، نزل فين؟ بقرب مدخل كهف. يبقى اذا مجاهد نزل فين؟ في احد وديان سيناء، بينما هبط منتصر بقرب مدخل كهف. طيب ايه اللي حصل؟ طبعا اول ما نزل مجاهد كانت اصابته بالغة، فاحاطت به مجموعة من الذئاب في الوادي اللي هبط فيه. ومنتصر بيبص كده لقى صديقه في مشهد أليم. السؤال ده مهم جدا، ما المشهد الأليم الذي رآه منتصر ولم يستطع أن يفارق عينه؟ وماذا توقع في هذا الوقت؟ رأى منتصر مجموعة من الذئاب بيقودها ذئب له غرة بيضاء تحيط بمجاهد. أما لقى الذئاب كده بتحيط بمجاهد، إيه اللي توقعه؟ توقع أن الذئاب ستفتك بمجاهد لا محالة. وبالفعل
بدأت الذئاب تأكل مجاهد، وكان ذلك في قرص الشمس الأحمر اللي هو بعنوان مجموعتنا القصصية، يعني كان ذلك في أثناء الغروب. في اللحظة دي إيه اللي حصل لمنتصر؟ ذهب منتصر في غيبوبة كبيرة. أما راح منتصر في غيبوبة فاق من غيبوبته بعدها بفترة. أين وجد نفسه؟ السؤال مهم، أين وجد منتصر نفسه بعدما أفاق من الغيبوبة؟ وجد نفسه في خيمة يحيط به أربعة رجال من بدو سيناء، بيتقدمهم الشيخ راغب وهو رئيس البدو في هذه المنطقة. طيب سأل الشيخ البدوي منتصر، طب سألوا عن إيه يا شباب؟ وبما رد منتصر، سألوا الشيخ عن كيفية وصوله إلى هذا المكان، قال له أنت إزاي جيت هنا؟ وما هي شخصيتك؟ وعن شخصيته، بدأ يسألوا عن شخصيته. طب ماذا حكى له منتصر؟ حكى له القصة كاملة وما حدث له، وهو يبكي وتملأ الدموع عينيه لأنه تذكر زميله مجاهد. طيب الشيخ البدوي أخبر منتصر بعد سماع قصته بأمر، ما هو الأمر الذي أخبر به الشيخ البدوي منتصر بعد سماع القصة؟ أخبره بأن إسرائيل احتلت سيناء كلها، وعليه أن ينتظر حتى يعدوا الترتيبات اللازمة لعودته. يبقى أنا مش هينفع تتحرك دلوقتي لأن إسرائيل مسيطرة على المكان كله. تمام، بدأ منتصر يقضي الفترة دي في إيه؟ ماذا كان يفعل منتصر الفترة دي اللي هي قد إيه مصر؟ ما الفترة التي قضاها منتصر بين البدو 10 أشهر كاملة. طب هيستغلها في إيه منتصر؟ كيف كانت حياة منتصر بين البدو؟ وماذا كان يشغله؟ أول حاجة، كان منتصر بين البدو يرعى الغنم طول النهار، وفي الليل يبيت في الخيمة. طب إيه اللي كان بيشغله؟ أمر واحد فقط، وهو أن يرجع إلى أهله بأقصى سرعة ممكنة عشان ينتقم لوطنه وينتقم لصديقه مجاهد. طب منتصر كان بيعاني من إيه يا شباب في الفترة دي؟ أكيد كان منتصر حاله تعبان جدا، وكان يعاني من أزمة نفسية حادة. طب إيه سبب الأزمة دي؟ لما كان منتصر يعاني من هذه الأزمة النفسية الحادة؟ لأنه شاهد الذئب وهو يرفع رأسه نحو قرص الشمس الأحمر ثم يفترس زميله مجاهد، يبقى هو ده اللي كان مسبب له الأزمة النفسية الحادة. طيب السؤال اللي جاي ده مهم جدا، بما كان منتصر يشعر عند رؤيته قرص الشمس الأحمر، كان منتصر كلما يرى قرص الشمس الأحمر اللي هي لحظات الغروب ده كان بيذكره بإيه؟ كان يذكره بصديقه مجاهد فيشعر بالحزن الشديد، يبقى إذن هو كان بيحزن لفقدان زميله مجاهد، إلا أن كان يملأه يقين. طب اليقين ده كان عنده ليه؟ لأنه اقترب موعده للعودة إلى وطنه مرة أخرى، ووحدته القتالية وأهله لكي ينتقم لنفسه ولوطنه ولصديقه مجاهد. يبقى إذن احنا وضحنا هنا يا شباب أهم النقاط الأساسية في الدرس وأهم الأسئلة، والحمد لله رب العالمين قمنا بشرح الدرس، وأرجو أن يكون هذا الشرح وافي للغرض، وألقاكم إن شاء الله في شروح أخرى وفي دروس أخرى. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.